يلا نقطع فرخة كاملة، هعرفكم ازاي تقطعوا منها بانيه، وهعرفكم ازاي تقطعوها القطع المناسبة عشان تعملوها فراخ مقلية مقرمشة. اول حاجة لازم نحطها في محلول تتنقع فيه 3-4 ساعات كده. فهو عبارة عن ايه بقى؟ ان احنا هنحط الفرخة في مية، وهنحط معلقتين ملح وشوية قرنفل، وهنحط عليها ربع كوباية خل، ليمونة، وهنحط الليمونة بقشرتها عادي، وهنسيبها زي ما قلت لكم تتنقع ساعتين ثلاثة كده يا جماعة. في الفيديو ده عايزاكم تركزوا قوي لان الموضوع سهل جدا. اول حاجة خالص يا جماعة نبتدي نفصل الورك عن الصدر، وبالطريقة اللي انتوا شايفينها دي هنيجي من ناحية الفراغ الموجود في الفرخة، وهنبتدي نقطع الجلد اللازق الورك بالصدر، وهتلاقوه بيتقطع بكل سهولة يا جماعة. وبعد كده هيتبقى حتة العظمة اللي رابطة الورك بالصدر اللي هي الزور او العمود الفقري، هنقطعها بكل سهولة. تقطيع الفرخة ده يا جماعة من غير قص ولزق ومونتاج وخد معايا بالظبط يا جماعة 10 دقايق و5 ثواني، والموضوع موضوع تعود، وهتلاقوا نفسكم يا جماعة ايديكم ماشية في الفرخة زي ما بتمشي سكينة في الحلاوة. بعد كده عشان نفصل الوركين عن بعض هنضغط على الوركين بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي يا جماعة، هتلاقوه كسر في ايديكم لوحده اصلا من غير ما تعملوا اي حاجة، بس هنمشي على السكينة في الجزء الرابط ما بين الوركين وهتلاقوا الموضوع اسهل من السهولة. يلا بقى يا جماعة نبتدي نقطع الورك. اي حاجة يا جماعة عشان نيجي نقطعها بكل سهولة لازم نقطعها من عند المفاصل، فمن عند المفصل اللي رابط الدبوس بالورك هنقطع يا جماعة، وزي ما واضح قدامكم بكل سهولة المفصل باين اهو، تقدروا انتوا تضغطوا عليها بايديكوا، مش محتاجة اي حاجة يا جماعة عشان تتقطع، وبكل سهولة السكينة هتقطعها ولا اسهل يا جماعة. لو عايزين تقطعوا الورك قطعة تالتة تيجوا برضو من جنب العظمة يا جماعة وبالسكينة وقطعوها، هتتقطع معاكم بكل سهولة. هوريكم الموضوع ده في اخر الفيديو ازاي تقطعوا الورك على 3 قطع. بعد كده بقى يا جماعة الصدر بكل سهولة يا جماعة هنعمل ايه؟ هنيجي من تحت الجناح زي ما موضح قدامكم كده يا جماعة وبالسكينة، وهنقطع. بصوا يا جماعة اول ما هتقطعوا يبان معاكم المفصل الرابط الجناح الصدر بتاع الفرخة، هتيجوا تحت من عند العظمة دي يا جماعة وتقطعوا بالسكينة، وهتتقطع معاكم بكل سهولة. وزي ما انتم شايفين المفصل باين اهو يا جماعة، اضغطوا عليه بالسكينة بس هتلاقوا نفسكم قطعتوا فصلتوا الجناح عن الصدر. الجناح التاني من تحت الجناح بالظبط، قطعوا من عند المفصل كل سهولة يا جماعة، هيتقطع معاكم ولا اسهل. وبكده احنا فصلنا الصدر عن الجناح والزور، وهنقطع مع بعض الجناح والزور. بس بعد ما نخلص الصدر واوريكوا ازاي نفصل الصدر عن العظمة بتاعته. اول حاجة خالص يا جماعة هنبتدي بس نشيل الجلدة بكل سهولة، هنمسك السكينة وهنشد الجلدة زي ما انتوا شايفين وهنقطعها بكل سهولة هتطلع معاكم. في ناس بترمي الجلد، في ناس بتخلي الجلد ده تحشيه، انتوا براحتكوا اعملوا اللي انتوا عايزينه. هنشيل بس اي حاجة موجودة في الفرخة زيادة، وهنبتدي نشوف ازاي هنفصل الصدر عن العظمة بتاعته. هنيجي يا جماعة من عند العظمة اللي ماسكة الصدرين ببعض دي يا جماعة، وهنبتدي بالسكينة نقطع الفراخ من عندها، يعني هنفصلهم عن العظمة دي، يعني هنقطع من ناحية الصدر اليمين ومن ناحية الصدر الشمال زي ما موضح قدامكم بالظبط. ده هيسهل علينا قوي لما نيجي نفصلهم عن العظم. بعد كده هندخل بقى يا جماعة نتعمق بالسكينة جوه خالص، وهنبتدي نسلك يا جماعة زي ما انتم شايفين اللحم من العظم بكل سهولة. أول مرة يمكن ياخد معاكم وقت كتير لأن انتم مش متعودين، ولكن بعد كده هتلاقوه سهل جدا. ناحية الصدر التاني يا جماعة هنبتدي برضو زي ما قلت لكم نسلك اللحمة من العظم. لو لقيتوا اللحم ماسك في العظمة من فوق زي ما انتم شايفين كده بالسكينة، وابتدوا سلكوا اللحم من العظم بكل سهولة. بصوا الصدر التاني يا جماعة العظمة اللي هي المثلثة دي اللي فوق ماسكة فيه شوية، فهنيجي من عند العظمة دي وهنبتدي نفك الفراخ من العظمة دي بكل سهولة يا جماعة. هنبتدي نشيل برضو لو في أي زيادة من دهن أو أي حاجة هنشيلها، وهنبتدي دلوقتي يا جماعة نقطع الفراخ بانيه. الفراخ معانا بتنقسم لحاجتين، البانيه أكيد والستريبس يا جماعة. أنا بالنسبة لي الستريبس عشان يتعمل صح باخد قطعة الموزة دي، وباخد يا جماعة الفص اللي موجود في الصدر بتاع الفرخة اللي هو قدامكم ده يا جماعة، دول انا بس بعملهم ستريبس، دول خطار خطار، مش محتاجين ان انتوا تبتدوا بقى تقطعوا الفراخ بطريقة معينة عشان تتعمل ستريبس، لا انا ما بحبش كده. هما دول بس اللي بيتاخدوا من صدور الفراخ ويتعمل بيهم ستريبس. تعالوا بقى نقطع البانيه. هنجيب زي ما موضح قدامكم الصدر وهنحط ايدينا عليه بكل سهولة، وبالسكينة هنمشي وهنقطع السمك اللي احنا عايزينه من صدر الفرخة، عايزينه يتقطع رفيع، عايزينه يتقطع تخين، براحتكم. تعالوا بقى نقطع مع بعض الجناح عند الجناح ومن تحت كده يا جماعة من عند المفصل بالسكينة، هتلاقوه اتقطع معاكم ولا اسهل. تاني كمان نفس الموضوع من تحت من عند المفصل وقطعوهم. تعالوا بقى نفصل الجناح عن التبوسة الزغننة اللي بتبقى لازقة فيه دي يا جماعة من عند المفصل، وهنضغط بالسكينة هتلاقوه اتفصل معاكم برضو بكل سهولة. تعالوا بقى يا جماعة في قطعتين موجودين في الزور انا يا جماعة بعشقهم، بعملهم مع تشيكن وينجز بيبقوا خطار. هنمسك الزور زي ما انتم شايفين كده وهنوقفه، وهنبتدي نفصل القطعتين دول من الزور بسهولة. ثبتوا الزور كده زي ما انتوا شايفين وبالسكينه،
وبنقطع القطعتين دول. خطار يا جماعه بجد بجد جربوهم. لو بتحبوا الفراخ المقرمشه دول جربوهم معاهم هيبقوا خطار بصراحه. بعد كده انا بحب افصل جلده الزور واغسلها كويس جدا جدا عشان بيبقى فيه حاجات كتير وانضفها. ولو عايزين يا جماعه تحشوها رز وتبقى شبه الحمام الكذاب بتبقى حلوه جدا جدا. او عايزين تسلقوها عادي مع الفراخ مفيش اي مشكله. كده احنا قطعنا الفراخ زي ما انتم شايفين، قطعنا الورك مع بعض وقطعنا الصدر مع بعض وقطعنا كمان الناحة عشان لو عايزين تعملوها تشيكن وينجز باي صوص انتم بتحبوه اعملوها. كده نكون عرفنا ازاي نطلع من الفرخه بانيه وستريبس، وقطعنا الفرخه عشان نحضرها ان احنا نعمل الفراخ المقليه المقرمشه. ما تنسوش تتابعوني على تيك توك نديم في المطبخ، تشتركوا في قناتي على يوتيوب، واكيد فعلوا جرس الاشعارات عشان اول ما انزل فيديو جديد تصلوا بسرعه تشوفوا على طول. شير مع اصحابكم المهتمين بالاكل، سيبوا لنا تعليق برايكم على الفيديو النهارده عجبكم افادكم ولا لا. والسلام.